أجوز. يا جيت. حاضر سيدي. عم فكر نستقر بهي الضيعة هلا. حضر لوازم الحراسة. تحت أمرك سيدي النقيب. أمي، لاقي لحالك بقعة مناسبة. يا ملازم، ما بدي اياك تتكاسل الساعة 6 الصبح مثل تيمورها. عندك حراسة. أمرك سيدي. حاضر سيدي. كوران، اعمل شاي. حاضر سيدي. أوكان، خود يشار ولاقي لنا كم عود مشان نشعل نار. حاضر أمرك سيدي. يشار، تعا. أوكان، خير؟ شوفي شو عم تستنى؟ أخي، برأيك مو لازم نعمل حفلة بالأول؟ ولك والله أنا مليت منك، تنبؤاتك البايخة وطلباتك كمان. لك أي حفلة هلا؟ نحن بالجبال ولا مالك شايف يعني؟ كتر خير الله عملنا لك شاي، ولا بتحب لاقي لك مسبح وشغل لك موسيقى كمان؟ قلت مسبح؟ تعرف شو أوكان؟ إبي حياتي ما احتفلت بالمسامح ولا بهيك أجواء. نحن راس مالنا نعمل مهرجان. تعرف شو هو المهرجان؟ لا. من وين بدك تعرف أنت؟ المهرجانات كانت حفلة عشاء عند الأتراك القديمين. شو سيد أوكان؟ على أساس أنت خريج جامعة؟ حاجتك جهل. روح وقرأ عن تاريخك وين لغتك وحضارتك. هذا الحكي إلي ولا؟ أنا أوكان. أوكان، ما بدي ضيع وقتي معك واضطر اسمع كلام بسببك بدون. استنى شوي أخي، شو صار لك؟ لك مو نحنا قبضنا على إرهابي من العيار التقيل بهاي البلد؟ مبلا. مو بعتنا بهرام سابوه على جهنم وخلصنا منه؟ مبلا. طيب مو لازم نحتفل بهاي الإنجازات؟ لا مو مبلا، لأنه نحنا جنود وهذا شغلنا. خلصني بقى، امشي. وحاجة يشار، لسه ما لقيت عواد مشان نشغل النار؟ سيدي لا، لسه ما لقينا. يشار، لا تفتح تمك وحرك حالك. يلا رح يصير عتمة، يلا تحرك. طيب سيدي، أنا بس كنت بدي استفسر منه، يا ترى رح نحتفل ولا لا؟ نعم. اسمح لي أقولها هيك سيدي. يشار، عن أي احتفال عم تحكي بالله؟ أنا كنت عم أقول بيني وبين حالي سيدي، إنه يعني شلون بدي أقولها سيدي النقيب؟ قولها قولها. شايف الخواريف يلي هنيك مو هيك؟ بدك احتفال من هذا النوع يعني؟ ايه، يعني فعلا مو صعبة. شكرا كثير لك عمي. أهلين يا ابني، شرفك يا حبيبي. والله انت مو طبيعي يا يشار، هيك دائما تطلع لنا بافكار غريبه عجيبه مدري كيف. بس والله انا حبيت هالفكره. إيه لك شو مفكرين؟ بتعرفوا شغله؟ لك يلي بيعيش مع يشار بيعيش كثير مرتاح. طول بالك، هلا هاد مين رح يذبحه؟ انا ما بعرف بهيك شغلات ابدا. يعني على اساس انا يلي بعرف؟ خلص ما تاكل هم سيدي، لانه انا ابن ضيعه وهي شغلتي. يعني قصص تحضير الطبخة واللحمة كنت أنا أعملهم كلهم. رح أقول لك باختصار سيدي، المطبخ وكل شي فيه رح تلاقيني معلم فيه. والله رح خليكم تاكلوا أصابعكم من وراء أكلاتي، بس قولوا لهذا الغبي أوكان يجيب لي معه شوية ملح، لأنه اللحم مو طيب بدون رشة الملح. إيه مثل اللحمة ما في والله، طرية كتير وطيبة كمان. إيه والله يا يشار، إيه ما في ولا حدا بيعرف مثلك يشوي. والحقيقة كمان كتير زبطت معك هاي الشغلة، ممتازة. يلا يا شباب تعوا وزعوا الأكل، في عنا كباب كتير ولحمة هون، وفي شرحات مثل الفستق يا شباب. ليك 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 ليك، شوف الحركات تبعه، شوف الزلمة نسي حاله مين بيكون، عم يحكي كأنه بالسوق. بحب يعمل هاي الاستعراضة سيدي، إذا ما ضل يتغلظ علينا للصبح ما رح يقدر ينام. خلاص أوكان، لا تظلموه. يشار أول مرة بيقرر يعمل شغلة زابطة، ليك نعم ناكل لحم مشوي بفضله. أي والله عن جد معك حق، بس عن جد كتير زابطة ما طيبة يعني. أي عن جد. يلا يلي خلص اول قطعة لحم يجي ياخذ الثانية. يا شباب مو طبيعي شبكن ولو كثير بطيئين بالاكل. انا لما كنت بعمركن كانوا يخلوني اكل نص لحمة الخروف لحالي، هذا الخروف لازم يخلص كله. يلا يا شار، تركت شي لكوران وتيمور من اللحمة؟ لا تلا سيد النقيب، اعطيتهم الاكل مشان ياكلوا قبل ما يطلعوا على الحراسة.
يشار أنا ما عاد فيني آكل. شكراً سيد النقيب. هلأ أنا وأوكان أساساً رح نكمل نوبة الحراسة، قلوا نكملوا أكلهم. يلا أوكان. حاضر سيدي الملازم. مسيك هالصحن. يسلم إيديك شيفنا. صحتين سيدي. معناها أنا بخلص شوي وبرجع لكم. إيه خبرونا أنتوا شو بتعملوا بالحياة؟ بتدرسوا ولا بتشتغلوا؟ خبرونا عنكم. أنا عم أدرس بمدرسة الفنون سيدي النقيب، تصميم جرافيك. برافو، شغلك حلو، برافو. إيه وكيان كمان رسام كتير موهوب سيدي النقيب. واو، في معنى فنان هون. كمان مهنتك حلو. أنا كان بدي صير معماري والله. وغوليس كمان بتحب هالشغلة، بدها تصير مهندسة معي. أها، مهندسة شو بدك تصيري؟ مهندسة مدنية بالإنشاءات. معناها أنتم مخططين أنه لما تتزوجوا تصيروا تشتغلوا مع بعض هندسة عمارة ومدنية. حلو والله. إن شاء الله. إيه سرحات، شو عم تفكر تصير بالمستقبل؟ هذا من هو وصغير ما تغير يا سيدي، نفس الحكي من لما كان بالابتدائي. شو هالحكي هذا؟ هات نشوف، حكي لنا يلا. بدي صير ضابط يا سيدي، حابب صير مثلكم يعني. حلو، نحن دائما منحتاج ضباط زيادة، إن شاء الله تحقق حلمك. شكرا سيدي النقيب. إيه هارون، مو طالع حسك بنو؟ سيدي النقيب بدي صير لاعب كرة قدم. حلو كتير منيح، حاطط ببالك شي فريق هيك حابب تكون لاعب معهم يعني؟ إيه طبعا، فيه النادي اللي كل الأتراك بيشجعوه، تراكتور سازي. حلال عليك يا أخي، قلت لي تراكتور سازي ما؟ بيجوز بيوم من الأيام نحضر مباراة لها؟ إن شاء الله سيدي. برافو عليك ناهدة. وإنتي شو مشروعي؟ أنا لليوم الصبح ما كنت عرفانة شو بدي صير، بس بعدين أخذت قراري وأنا رح صير رقيب. لما شفت الأخت أوماي قديشها بنت قوية وما بتخاف من أي شيء، قررت أني صير مثلها كمان. لا طولي بالك، أنا ماني لهالدرجة. لا أنت اللي ما تصدقي حكيها، هي عن جد أحسن مننا كلنا، مثل الرقيب أوماي ما رح نلاقي ابنه. تسلم سيدي النقيب. إيه هلأ شلت اللحمة عن النار. سيدي النقيب إيه ما بيصير هيك وحياة الله، قاعدين هون عم تحكوا وتتسايروا ونسيتوا الأكل. أنت تعال عندي من هذا الطرف، تعال. اللحمة كتير سخنة سيدي النقيب. يا سلام. هذا أظرف شيء، هذا دعم كرمال سيدي النقيب. أوه والله يا شار طلعت بتعرف تشوي لحمة منيح. إيه أنا ماني ابن اليوم بهي الشغلة سيدي. إيه شو هاد؟ يشار؟ يعني منفتح لك دكان ها؟ الله وإيدك سيدي. تفضل سيدي.